هذا سائل يقول: الخوف من الساحر، من حيث الخوف من الساحر، هل هو قادح في التوحيد أم خوف طبيعي؟ الخوف من الساحر مثل الخوف من السبع ومن الشوك ومن الحصى، ومن خوف طبيعي، إلا إذا كان مع خوف من الساحر معه ذل للساحر وخضوع للساحر، هذا عبادة. أما مجرد خوف ويتوقاه ويبعد عنه، لا بأس بذلك. نعم.